جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي اخترنا منها لكم: حرفي إيطالي يريد بيع أحذية من ذهب. انطلق حرفي إيطالي في رهان مجنون بعض الشيء يتمثل ببيع أحذية مجدلة بالذهب من عيار 24 قيراط. يقول الحرفي إن الأحذية المصنوعة من المخمل الأسود أو الأزرق المذهبة رأت النور السنة الماضية، وتتميز بأن الذهب فيها ليس إكسسوارا بل جزءا لا يتجزأ من الحذاء الذي يخاط به. نطالع مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية افتتاح أول معرض عالمي لصور السيلفي في لندن. من الصور الذاتية لفنانين قدماء إلى صور السيلفي المعاصرة التي تلتقط بالهواتف المحمولة، يستكشف معرض في لندن الإمكانات الإبداعية لطريقة للتعبير يواجه شكلها المعاصر دوما بالسخرية بوصفه ضربا من التفاهة. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا عنونت بين صفحاتها: العثور على جثة إندونيسي في معدة ثعبان ضخم. داخل معدة ثعبان ضخم عثر على جثة مزارع إندونيسي مفقود في مقاطعة سولاويسي غرب البلاد، وكان سكان المنطقة اصطادوا الثعبان أثناء بحثهم عن الرجل المفقود بعد عدم عودته إلى منزله في اليوم السابق للحادث. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: وتاه 58 يوما في المحيط الهادئ. رونالدو لم يفقد الأمل، عاد صياد فلبيني شاب سالما إلى مانيلا بعد 58 يوما تاه فيها قاربه بين أمواج المحيط الهادئ من دون طعام ولا ماء قبل أن تنقذه سفينة صيد يابانية.